اشتغلت على تكوين مخلفات الحرب والرصاص وعبوات الرصاص الفارغة وتكوينها في فجرات وأشكال تحمل طبيعة الرقص والفرح. هذه المواد التي قتل بها الكثيرين ودمرت بها منازل الكثيرين، هذه نفسها تكون شاهدة على الرغبة في الحياة والإصرار على الحرية وعلى السلم الاجتماعي. محمد بن لامين تشكيلي، نحات وكاتب من ليبيا، من مواليد مدينة مصراتة 1969. تم اعتقالي يوم 16 فبراير 2011، أنا وشقيقي الحبيب لامين، من مقر الاستوديو تبعي اللي هو السقيفة في وسط المدينة. كانت المدة 185 يوم في سجن المسلمين. كان فيه رغبة نمارس أي شيء من التعبير على الحائط، مع انعدام طبعا أي أدوات في الزنزانة. خطرت على بالي فكرة هي استعمال الحافظات الطعام القصديرية، الألمنيوم هذا، وبواسطة الحك على الحائط اكتشفت أن هي يعني قابل أن نستعملها كأداة للرسم، لدرجة أني لما أكملت الجدران بالرسم تمنيت أن يضعوني في زنزانة أخرى تكون الحائط فاضي وشاغر ومعد للرسم. أحاول من خلال الرسم على الجدار الزنزانة هو فتح أبعاد فيها في 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 الجدران بالبعد الثالث، بحيث أن هي تكون فيما يشبه توسعة الزنزانة التي بالكاد تتسع لشخصين، قد يمكن أن تكون يعني فضاء مفتوح بإرادة السجين. بالإضافة إلى بعض الحوافظ الأخرى، المقاس الصغير، استعملت منها النحت الغائر والبارز، واستعملت منها ما سميتها يعني صور جواز سجن. سميتها صور جواز سجن لأني عملت موضيعها كلها بورتريهات لوجوه السجناء. وهذا الشغل اللي اشتغلناه كان محاولة لامتلاك الزنزانة أو جعلها في صورة عليها يعني الحالة اللي كنت أنا فيها في الزنزانة. من خلال تجاربي في النحت واعتمادي على الانفتاح على المواد وإعادة التدوير، اشتغلت على تكوين مخلفات الحرب والرصاص وعبوات الرصاص الفارغة وتكوينها في فجرات وأشكال تحمل طبيعة الرقص والفرح. هذه المواد التي قتل بها الكثيرين ودمرت بها منازل الكثيرين، هذه نفسها تكون شاهدة على الرغبة في الحياة والإصرار على الحرية وعلى السلم الاجتماعي. فاشتغلت مجموعة كبيرة، تم عرضها خارج ليبيا في تونس ومالطا وأمريكا. فكان هذا انشغال فني بما يحدث في الآن والوقت وما حدث في هذا الصدام المسلح في ليبيا. استعملت يعني فوارغ فارغة، مثلا رصاص مثل هذا متكون من عيارات رصاص مختلفة التايب. يعني شفت أنا هذا مشهد يعني فيه راقص ومتحرك لثلاث شخوص، طبعا بشكل أبستراكت شوية وتجريدي. ليبيا من بعد 2011 يعني شهدت زخم في قضية ممارسة الفن وممارسة التصوير الفوتوغرافي والرسم على الجدران، وهذا طبعا بيدل على أن قضية انطلاق الدوات الناس والمواهب. الفن الإنساني ككل هو له علاقة ووشيجة مع كل النشاط الاجتماعي والإنساني، يعني له دور في قضية التكريس وتجدير السلم الاجتماعي.